مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض تدريجي على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأحد والأيام القليلة القادمة، ورياح نشطة مع هبات قوية أحيانا مثيرة للغبار والأتربة وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، ومنخفض جوي يوم الاثنين بإذن الله مصنف من الدرجة الثانية مصحوب بكتلة هوائية باردة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح درجات الحرارة. نلاحظ أن اعتبارا من يوم مساء يوم الأحد ويوم الاثنين إن شاء الله ستتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا تؤدي إلى انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة. هذه الكتلة مصاحبة لمنخفض جوي مصنف من الدرجة الثانية يؤدي إلى انخفاض في درجات الحرارة وسقوط الأمطار، وبالتالي الأماكن التي سيحدث فيها هطول يوم الأحد لا يوجد هطول، أجواء تقريبا مشمسة لكن يتخللها ظهور بعض السحب، وأيضا الأحد ليلا لا يوجد هطول، لكن يوم الاثنين صباحا في هناك هطولات في شمال المملكة ووسط المملكة وبعض أجزاء من المناطق الجنوبية من المملكة، وبيستمر الجو يوم الاثنين بارد غائم ماطر على فترات بإذن الله في معظم المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، لكن الاثنين ليلا يتوقف الهطول. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا، درجات الحرارة تقريبا الصغرى حول معدلاتها أو أقل بقليل، الصغرى المتوقعة بحدود 13 درجة مئوية، يستدعي لباس ملابس أكثر دفئا. والأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم الأحد أجواء تقريبا مغبرة بسبب نشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، درجات الحرارة أقل من المعدل، العظمى المتوقع 20-21، لكن الأجواء أثناء الليل باردة نسبيا والصغرى المتوقع 11. يوم الاثنين تتأثر المملكة زي ما حكينا بمنخفض جوي من الدرجة الثانية كتلة هوائية باردة، انخفاض واضح ملموس على درجات الحرارة، تتكاثر السحب على ارتفاعات مختلفة، تسقط زخات رعدية من مطر قد تكون مصحوبة أحيانا بالبرق والبرد والرعد، والعظمى المتوقعة 16 درجة، يعني رايحة تكون يوم الاثنين درجات الحرارة أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 7-9 درجات مئوية. والأجواء أثناء الليل يوم الاثنين أجواء باردة نسبيا والصغرى المتوقعة 11 درجة مئوية. يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة واستقرار على الأجواء، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، لكن بتكون الأجواء تقريبا ما بين لطيفة راح تكون في ساعات الظهيرة والظهر، ولكنها باردة نسبيا في الصباح وأثناء الليل، والعظمى المتوقعة 19-20 درجة يوم الثلاثاء والصغرى بحدود 11 درجة مئوية. الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المنخفضة، نبدأ المناطق الشمالية أجواء مغبرة، إربد العظمى المتوقعة 23 والصغرى 15، عجلون 22-14، جرش 24-14 مع أجواء مغبرة، المفرق 23-13 وأيضا أجواء مغبرة، المنطقة الوسطى أجواء مغبرة وهناك هبات مثيرة هبات نشطة من الرياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، البلقاء العظمى المتوقعة 12-21 والصغرى 12، مأدبة 20-12، عمان 20-11، والبحر الميت 30-20 درجة مئوية، والزرقاء أجواء مغبرة 23-13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أجواء مغبرة، الكرك 22-12، طفيلة 22-11، الشراه 21-9، ومعان 24-11، وخليج العقبة 34-16 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة بامتياز، الأزرق 27-13،
والصفاوي العظمى 26 والصوغة 11 والرويشد 27 13 درجة مئوية. وإزاء هذه الأحوال الجوية ونشاط الرياح هناك بعض التوصيات، ونرجو من الجميع الانتباه من تشكل السيول في بعض المناطق يوم الاثنين، وأيضا ارتفاع منسوب المياه، والانتباه من الأتربة المثارة على الطرق الصحراوية ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه الأماكن، وأيضا ينصح بارتداء ملابس دافئة أثناء الليل وخاصة يوم الاثنين. يوم الاثنين أبرد يوم خلال هذا الأسبوع، ودرجات الحرارة أقل من المعدل على الأقل بثمان درجات إلى تسع درجات مئوية، فانخفاض واضح على الحرارة يوم الاثنين، فنرجو من الجميع أخذ الحيطة والحذر، ونتمنى الجميع السلامة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع